في الوقت الذي كان فيه ساكنة مغوغة تعد الأيام في انتظار إغلاق المطرح البلدي بعد أن بشر مسؤولو مجلس المدينة ومقاطعة مغوغة بقرب ترحيله إلى خارج المدينة، حتى تفاجأت بمطرح عشوائي جديد لا يبعد إلا بخطوات عن المجمعين السكنيين حمزة والتنمية. حيث شرعت شاحنات نقل الأزبال في رمي النفايات وسط حفرة كانت مستغلة من طرف مصنع الآجور، الأمر الذي بات يهدد بانفجار قنبلة بيئية ستشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين وستزيد من معاناتهم التي راكموها طيلة سنوات مع المطرح الحالي. تفاجأنا هذه الأسابيع بتواجد هذا المكب الجديد ديال النفايات اللي ما كانش كاع في الحسبان. كانوا وعدونا أنه في شهر 6 يكون إغلاق المطرح اللي كتشوفوا الفوق، المطرح القديم والتسوية ديالو، لأن كنتفاجئوا أنه داروا مطرح آخر جديد عشوائي. في عوض ما ينقلوا هذه الأزبال لمكان آخر اللي وعدونا به، كنتفاجئوا بهذا المطرح الجديد اللي كان بالقرب من الساكنة. كاين هنا جوج أربعة الأحياء هنا تقريبا، كاين هنا ثم كاين واحد البحيرة ديال الماء، إذا الأزبال اللي كرميو قريبا للبحيرة غتولد واحد الأمراض خطيرة، يعني كارثة بيئية هذه غير متوقعة. استبشرنا خير، يعني نهار سمعنا بدرافات الترصات الصفقة، يعني التدبير ديال المطرح الجديد، وفرحنا أكثر نهار سمعنا بأن صافي راه المطرح القديم يعني ولا التهيئة ديالو يولي مجال أخضر، في حين أننا كنتفاجئوا يعني بواحد الكارثة كبيرة بزاف، كارثة يعني نزيدوها كإضافة يعني الأمراض اللي ديجا راها كانت حساسية، الربو، الأمراض الجلدية، يعني دابا ولينا كنشوفوا يعني صناعة ديال أوبئة أخرى من 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 كما كتشوفوا دابا، يعني حفرة فيها مئات الأمتار ديال المياه ولات هي المكب ديال النفايات، يعني بواحد الشكل عشوائي، يعني كنشوفوا هنايا بواحد الشكل عشوائي، يعني كتوجد وكتهيئ ظروف ملائمة ديال ظهور أوبئة جديدة. يعني ملي كنشوفوا هذه العبثية ديال تدبير المطرح ديال هذا الملف هذا، وخصوصا أن من تصنع المسؤولين يعني كاين فيه ونفي قاطع العلم ديالهم بهذه المسألة هذه، فكيحطنا يعني بزاف ديال التساؤلات، يعني كيفاش هذا الملف هذا اللي في ضمن يعني مشروع ديال طنجة الكبرى يعني كيتسير ولا كيتدبر بهذه العشوائية هذه. تطالب ساكنة المنطقة من الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها والمسارعة بالتدخل العاجل لرفع الضرر عنها وتخليصها من هذه الكارثة البيئية التي ستكون لها تداعيات وخيمة، خاصة وأن هذا المطرح الجديد يتواجد في منطقة معروفة بجرايين الأودية وبفرشة مائية باطنية مهمة. حنايا كمجتمع مدني استنكرنا هذا الفعل ديال هاد سوء التدبير ديال ملف المطرح العمومي. تفاجأنا مؤخرا بخلق مطرح عشوائي جديد اللي هو في خلفية كيظهر في الخلفية ديالنا تقريبا بالضبط قبل أسبوعين. الغريب في الأمر أننا ملي تواصلنا كمجتمع مدني مع مجموعة المسؤولين أبدوا استغرابهم وعدم علمهم بهذا الخبر. كيف يعقل أن المدينة بحجم مدينة طنجة ومشروع مدينة طنجة وفعل كهذا ما يسوقوش به الخبر للمسؤولين؟ تواصلنا مع الإعلام، تواصلنا مع مراسلات، عملنا شكاوى للولاية، وكما كتلاحظوا دابا في الخلف ديالنا واش هذيك ردات الفعل، ردينا البال أن واحد مجموعة ديال الجرافات كتقوم بشي أشغال اللي طمس يمكن ديك الشكايات اللي عملناهم والطريقة العبثية والغير احترافية اللي كيصبوا بها دابا هذا المطرح. ونندد بهذا العمل الشنيع، بهذا الكارثة البيئية الجديدة، بهذا المشروع الكارثي اللي دار جديد بخلق هذا المطرح العشوائي الفوضوي. قبل كما قال الأخ كنا استبشرنا خيرا بنقل المطرح ولا بتدبير جديد، بنقل هذا المطرح لواحد المكان اخر، يعني بصياغ جديده بمواصفات عالميه جديده بالروسيكلاج بهذا، ولكن حتى حاجه ما كانت من ديك الكلام اللي تقال، ما كانش احترام نهائيا ديال السي بي اس ديال دفتر التحملات. دابا كنكتشفوا كفاعلين كنكتشفوا بان المطرح انتقل من واحد المكان اللي هو كان مؤقت في واحد الوقت 40 سنه، انتقل لواحد المكان اللي هو جديد. هذا المكان هذا قريب من الساكنة، قريب من الناس، قريب من المدارس، قريب من بزاف ديال المرافق اللي هي عمومية. دار هذا المطرح هذا
قريب لواحد البحيره. هذه البحيره كتضم مجموعه من الطيور فيها مع الشحل ديال المياه. دابا اللي كنلاحظوا بانه اختلط الازبال مع المياه، وهذا كينضر بواحد الكارثه خطيره، كينضر بواحد ظهور مجموعه من الامراض اللي هي خطيره، بحال الامراض ديال الحساسيه ديال الجلد ديال مجموعه من المهم. راه الخبراء اللي غادي يشخصوا هذه المساله هذه. احنا بدورنا راه كنطالبوا من المسؤولين بالتدخل العاجل العاجل، كنطالبوا من السيد الوالي احتراما له يتدخل بشكل شخصي عاجلا باش يوقف هذا النزيف، يوقف علينا هذه الكارثه البيئيه. والسلام عليكم.